ملي في مشات المغرب الوراق ديولي عند الواليد، ملي كنوصلوا للديوانه كياخذ الوراق باش يوريهم. دخلنا دخلت المغرب، ركنا هكا، ركنا يومين. قال لي راه العرس ديالك سواء يا اما تقولي ايه يا اما تبقاي في المغرب، ما عندكش الخيار. قلت لي اوكي واخا صافي انا قابله. هذه السيدة روت أنها وعائلتها اشترت الملابس وأدوات الزينة في بروكسل لحضور حفل زفاف واحد من أقربائها في المغرب. وعندما عادت مع العائلة إلى الدار البيضاء فوجئت بأن العرس عرسها، فقبلت لضمان عودتها إلى بلجيكا على حد قولها. أوكي أنا ما بدلتش رأي ديالكم، قلت لكم إيه، ولكن هذيك هي واحد الوقت لي أنا ما بقيتش قديت نقول إيه. صافي مبقاش ديك الوضع اللي نقدر نستحمله. وضع آمال ليس فريدا، ويبدو أن العشرات من المهاجرات يواجهن الزواج القسري في بلد أصل الوالدين، ويضطر بعضهن إلى الفرار من الخيار المفروض واللجوء إلى هذا البيت في جنوب بلجيكا. والجمعية تديرها كريمة وهي مغربية الأصل، وكانت بدورها ضحية زواج قسري بالوكالة. أنا جوجني الوليد بدرع وما كانش تما، حتى واحد النهار جات برايا من المغرب وقال لي الوليد هاكي لاك دو مارياج جوجيه ديالك. قال لي انت مجوجه دابا. قلت لي كيفاش؟ قال لي مجوجه، وهذاك العدول كتبوه في هذيك الجوجيه بار بروكوراسيون فيربال، زعما عطيت الوكاله الوليد غير بالفوم. قلت الوليد سير جوجني، ما كاين لا الوكاله مكتوبه ولا والو، وصافي جاب لي الجوجيه. كريمة تمردت على العائلة ونشرت محنتها رغم محاولات العائلة التقدم إلى القضاء البلجيكي من أجل حظر نشر الكتاب، وهي تشن حربها على تقاليد قسرية. نور الدين الفريدي، العربية، ليبرامون في جنوب